وشوط يبدأ ليحمل أثاره مع تحديات ختام المرموم في هذا المسار وهذا اللقاء الشيق والجميل. رقص الكبار في صباح هذا اليوم ومع سن الثنايا تتواصل الأشواط، والشوط الحادي عشر الذي أعلنت انطلاقته قبل قليل ليحمل لنا الجعدان الثنايا المحليات الأصايل بإشعارات أبناء القبائل عبر شاشة دبي ريسنج، شاشة ياس، كذلك الناقلات مع هذا الانطلاق وكل القنوات المتابعة ختامية المرموم. نسير مع المركز الأول وشعار مبارك بن محمد بن نصرة العامري على ظهري مشغل اللي يقود مسار الشوط ويتقدم الجعدان. يلي في المركز الثاني الصارم 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 ياتي في المركز الثاني. علي بن مبارك بالقرين العامري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وهذا مياس مياس وحمد بن مصبح بن حمد الخاصوني الاكتبي يقدم مياس على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق وفي هذه التحديات. هناك ياتي بن زيتون يقدم شاهين محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات سراب ياتي في المركز الرابع محمد بن عبيد بن خليفة الطنيجي على رابع المراكز. أما المركز الخامس بنشوف تدخل على خامس المراكز وياتينا هيمان عم محمد بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي على خامس المراكز. نشوف بقية المراكز. المركز السادس هذا الواعي في المركز السادس لناصر بسهيل بن الزفن الحرسوسي على المركز السادس. المركز السابع سابع المراكز نشوف تحركات وتحديات. هذا هو اللي تقدم مشاهدينا متابعينا الكرام وتواجد متعب لراشد بن سعيد بن علي بن سرود يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثامن والمركز التاسع. هناك بشعار الأسود بالأبيض اللي تدخل. هناك تواجد في هذه اللحظات شاهين لغانم بن حمد بن بهيان العامري والمركز العاشر هذا رقم عشر اللي هو مياس حمد بن مصبح بن حمد بالخاصوني الاكتبي الذي ينطلق بهذه اللحظات على العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. 8 كيلومترات ما شاء الله، المسافة الطويلة اللي تحتاج للركود، تحتاج للتأني، تحتاج للبداية في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم ونعود بعد أن أكملنا النداء للعشر المراكز الأولى. عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى بن نصرة اللي يقود الشوط من بدايته. أحد شبابنا مبارك بن محمد بن نصرة العامري يقدم شعاره، يقدم نوعيات جميلة، مقدم إنجازات في تحديات الأصايل. المركز الثاني ثاني المراكز يتقدم الصارم ياتي في المركز الثاني. علي بن مبارك بالقرين العامري على ثاني المراكز. المجازف بن زيتون يقدم شاهين محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بو سعيد في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. هذا شاهين لغانم بن حمد بن بهيان العامري يتقدم على المركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى و
والمركز الخامس يتقدم فيه هيمان، هيمان محمد بن عبد الله بن حمد بن منينة الشامسي على المركز الخامس وسادس المراكز. المركز السادس أشوف الدخول من الواعي لناصر بسهيل بن الزفن الحرسوسي يتقدم على المركز السادس. المركز السابع عليه دخول من سراب محمد بن عبيد بن خليفة الطنيجي تدخل من الجانب الآخر وهو في المركز السابع. هذا متعب لراشد بن سعيد بن علي بن سرود يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثامن يتواجد في مياس لحمد بن مصبح حمد بن مصبح بالخصواني الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. الواعي في المركز التاسع ناصر بن سهيل بالزفنة يتقدم في هذه اللحظات. والعاشر هناك المركز العاشر، هذا العاشر اللي هو الدار تعود ملكية الأراشد بن مصبح بن بطي القايدي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. العشر المراكز الأولى وإذاعتنا الثانية وندانا الثاني للعشر المراكز في هذا الاندفاع وعودتنا الأمور كالآتي. لم تتغير في النداء الثاني، لازالت الأمور هذه الانطلاقات وهذا الهدوء اللي ذكرته وهذه المسافة اللي قلت لكم تحتاج للتكتيك، تحتاج للمسايرة، للتفكير، لحسب أمتار المسافة، لأنها 8 كيلومترات الجميلة الطويلة، ولكن تأتي فيها هذه الأسماء وهذه الشعارات، والنهاية هي العبارة في النهاية، العبرة في النهاية. الانطلاقات والتحديات بالنصرة على المركز الأول مع 3 كيلومترات، مع 3 كيلومترات، مع حزام الغابات بن زيتون. بن زيتون يتقدم بوسعيد، يتقدم في هذه الانطلاقات ويقدم لنا في هذا الشوط اللي هو هيمان، هيمان محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ولا شاهين، شاهين بن زيتون. ولكن من الجانب الآخر أشوف التنافس ثلاثية جميلة ما بين الثلاث المراكز الأولى. يتقدم في هذه اللحظات وياتينا شاهين وغانم بن حمد بن بهيان العامري غير على مقدمة الشوط. بن بهيان غير على مقدمة الشوط بالنصرة على المركز الثاني. مشغل مبارك بن محمد بن نصر العامري المركز الثالث، محمد بن عتيج بن زيتون مع شاهين في هذه الانطلاقات الثلاثية. والمركز الرابع اللي يتقدم راعي هيمان، راعي هيمان الشامسي بن منينة محمد بن عبد الله بن منينة الشامسياتي هيمان في المركز الرابع ويترصد للجميع. موقع جميل، موقع جميل وتحديات جميلة مع هذا المسار وهذا اللقاء. المركز الرابع الخامس، خامس المراكز. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة. هذا مياس حمد بن مصبح الكتبي يتقدم بينما وصل الدار، وصل الدار اللي تقدم في هذه اللحظات راشد بن مصبح بن بطي القايدي. القايدي يلا يا القايدي، ركز الجماعة متابعين في عربة النقل ومركزين مع شعارك ومع الدار اللي انطلق في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. كل الأسماء قادمة، كل الأسماء قادمة. وهذا غالي لمنصور بن سعيد بن راشد المزروعي بن رقراقي، من رقراقي المزروعي يتقدم في هذه
اللحظات وفي هذا الاندفاع نعود إلى المراكز الأولى. خلاص بدأت الأمور، خلاص بدأت الأمور التحديات، ولكن بانت المنصة. نعم بانت المنصة، انطلقت الأمور، والأقرب للناموس بن بهيان يبال أهالي الهير لأهل الهير، وألف ومئتين يا أبو حمد الألف ومئتين، تابع يا متابع، ذكر الجميع بالألف ومئتين، الألف ومئتين في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام، شاهين غانم بن حمد بن بهيان العامري على المقدمة. المركز الثاني وصل بن منين الشامسي يتقدم على المركز الثاني، ولكن أوه يا المجازف بن زيتون ديروا بالكم، بن زيتون يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم غالي منصور بن سعيد بن رقراقي المزروعي بن رقراقي. حرك يا محرك، والقايدي وصل، القايدي ووصول هناك يتقدم مهدي. هذا ما ذعنا في العشر مرتين أو ثلاثة، وصل في هذه الأمتار بالرملي العامري، ولكن لا خلاص. المركز الأول أهل الهيار الأقرب بن بهيان مع السلالة الشاهينية العريقة في الأربعمية متر، يعلن الفوز، يعلن الناموس. خلاص بن بهيان وشاهين بن بهيان يندفع بالمركز الأول، يعلن السلامات لأهالي الهير من المرموم. غانم بن حمد بن بهيان بالحبروت العامري هناك في هذه اللحظات. تهانينا والناموس شاهين غانم بن حمد بن بهيان بن باروت العامري، يعلن لأهالي الهير هذا السلام والتحية مع شاهين. بينما المركز الثاني هذا مهدي المبارك بن رملي بن محمد العامري، والمركز الثالث لمنصور بن سعيد بن رقراقي المزروعي، والمركز الرابع اللي هو راشد بن مصبح بن بطي القايدي، والخامس بن عويضان مرضي، هذا محمد بسهيل بن عويضان العامري. التوقيت الزمني شوف يا ابو حمد، تابع هناك التوقيت 12 دقيقة 46 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لأهالي الهير على هذا الفوز، وتهانينا لبن بهيان على هذا الفوز وعلى هذا ناموس شاهين غانم بن حمد بن بهيان العامري على هذا الانتصار والفوز الجميل في هذه التحديات. بينما المركز الثاني 12 دقيقة و50 ثانية وسبع أجزاء من الثانية من حلة في المركز الثاني بالرملي مهدي مبارك بالرملي بن محمد العامري. تهانينا المركز الثالث 12 دقيقة 51 ثانية وست أجزاء من الثانية من وصل الغالي منصور بن سعيد بن رقراقي المزروعي. تهانينا للجميع.